حبيبي انت اول بدايه الحلقه انا ذكرت انه باستثناء الجرحى والشهداء انه هو حصلوا على مكافآت او هكذا صح؟ يعني شنو تقصد انه انا ذكرت انه هم حصلوا لو لا انت انا قاعد اطالب انه جيش العراق محروم من كل المكافآت او المكرمه يعني اكو تقصير اكو تقصير اي نعم موجود هذا التقصير صح. بالنسبه خلينا نحكي لك على محافظه بغداد واحنا يعني المنتسبين اللي على محافظه بغداد اللي احنا الجرحى. نعم انت وين منتسب جيش العراقي؟ جيش العراق انا منتسب كنت فرقه التاسعه حاليا انا معاق وحدات ثابته. طيب اي تمام وحدات ثابته وانما احنا نداوم. طيب بس خلنا اقول لك شيء عن المكافآت والله العظيم اي واحد ما حصل على قطعه حد واحد يقول انا من بغداد انا جريح بوزاره الدفاع حصلت على قطعه جيد او حصلت جيد انا هذا الكلام اللي اريد اسمعه جت العفو أنا هذا اكو مكافاه اجت صحيح اول ب 2016 2014 للجندي نعم مليونين الا ربع او مليونين نعم هاي المكافاه حصل عليها الجندي اولا انا ما جاي اطالب عن اللي ما طالب عن انه تعال احنا نريد مقابل احنا المقابل ابد ما رايدينه احنا من رحنا داومنا ودافعنا نعم ودافعنا نعم. عن الوطن ودافعنا عن المقدسات هذا ما متحسبين انه يعطونا مكافاه انت هسه سجاد سجاد انت الطالب انه تقول انا استحقاقي قطعه ارض اريد قطعه ارض واني من الجرحى صح نعم صح ابقوا وياي على الخط ابقوا وياي على الخط ابقوا وياي على الخط سجاد حتى حولك على شؤون المواطنين وحتى نتابع هذه الحالة حتى بعدين تتصل بينا ونقدر نتواصل وياك بخصوص هذا الموضوع.